لسه بنكمل معاكم حلقتنا وعنوانها الأهلي والفولت العالي. منورتنا النهاردة هتكون عن النادي الأهلي اللي بيقدم مستوى عالي جدا في الفترة الأخيرة في بطولة الدوري وبطولة كاس مصر، وده بيرجع الحقيقة للسويسري المدير الفني مارسيل كولر. يعني لو جينا نتكلم عن الدوري فاحنا في الصدارة الحمد لله ب 31 نقطة، لعبنا 13 ماتش، كسبنا 9، اتعادلنا في 4، وما خسرناش ولا ماتش. خدنا سوبر ودلوقتي وصلنا لنهائي كاس مصر. فالحقيقه خلينا نقول ان الراجل عامل شغل عالي جدا جدا مع الفريق، لمساته باينه وواضحه من اول ما جه. مفيش مدرب في العالم يقدر يكسب كل الماتشات والكوره ايه غير مكسب وخساره. الحقيقه اداء مارسيل كولر دي حقيقه، هند دي حقيقه. ولو بصينا كده على اخر 4 ماتشات بعينهم هنلاقي مثلا ما شاء الله ما شاء الله، والله يا جماعه احنا ما بنحسدش. هنلاقي بيراميدز كسبناهم 3-0 بعد اداء قوي جدا، وبعدها انبي كسبناهم برده 2-0، بعد كده المصري اتعادلنا معاهم على الرغم من ان الماتش المفروض كان يبقى بتاعنا ولعبنا كان حلو جدا، بس الحظ ما كانش معانا وضيعنا فرص كتير جدا واهداف بجد محققه. امبارح بقى سموحه قدرنا نحسب الماتش من بدري، حسبناه من بدري جدا، كسبنا 3-1، وده يخلينا نبص برضو على اللاعبين. بصراحه كل ماتش بيقدموا مستوى اعلى من اللي قبله وماتش كويس جدا. يعني بعيدا عن اللعيبه الكويسه اصلا هنلاقي مثلا كان في تطور كبير جدا في اللاعبين، يعني محمد هاني بيطور من نفسه ومن ادائه ورجع تاني لفورمته القويه، حسين الشحات بيبذل اقصى ما عنده، تحس انه في ما بينه برده وما بين محمد هاني كده ايه كومبو لذيذ، قفشه بيحاول يشد نفسه ويرجع يركز تاني في الملعب. فاحنا شايفين تغيير حقيقي وتطور من اللاعبين ورغبتهم هم نفسهم انهم يعملوا ده حقيقي. واعتقد انه ده كمان برضو بيرجع للصفقات الجديده اللي بيعملها الاهلي والطريقه اللي عملها معاهم كولر. محدش ضامن مكانه مع كولر، محدش يقدر يقول انا ثابت وهلعب، كل ماتش بتلاقي تشكيل غير اللي قبله. فده الحقيقه مخلي اللعيبه طول الوقت عندها حافز انها تشتغل على نفسها، تأدي احسن ما عندها علشان تفضل تلعب في الماتشات. والحقيقه احنا وكل الجمهور الاهلاويه منتظرين منهم اكتر واكتر الفتره الجايه، وروح الفانيلا الحمراء والمكسب تكون موجوده في كل المباريات الجايه، وتكون موجوده باذن الله في مباراه القمه قدام نادي الزمالك يوم السبت اللي جاي علشان ننفرد بصداره الدوري بفارق كبير جدا. خلينا نقول كمان انه من ضمن الحاجات اللي كانت مبهره امبارح واللي ناس كتير جدا ما كانتش متوقعاها، يمكن لما ناس عرفت ان الكهرباء كان موجود في القايمه ناس كتير قالت هينزله وهيبدل بيه، محدش تخيل انه كولر بهذه الجراه انه ينزل بكهرباء اساسي من اول دقيقه، ووجهة نظره كانت صح. فده إن يدل على شيء يدل على إنه الراجل ده عارف هو بيعمل إيه كويس أوي.